معكم استاذ كيداير، لاباس؟ بخير. بالنسبه استاذ للدوره ديال التفوق الدراسي، صراحه اكيد كاينه الفعاليه وكاين الاستفاده. انا ما عمري حضرت شي دوره ديال التفوق الدراسي، هذه اول مره، لان للاسف ملي كنكون في فاس ولا في هذا ما تيكونوا مزاجرين مع التواريخ اللي كنطلع تما. وبالنسبه للجديد، يعني هي ان المتدرب اللي حضر ليها كيخرج مجموعه ديال، غير في هذه المرحله الاولى والثانيه اللي درنا، كيخرج يعني مجموعه ديال الامور اللي غادي يستفد منها، وغادي يقدر يقدمها لهذا الطلبه والتلاميذ، وغادي تعطي الاكل ديالها، لان وكذلك مجموعه ديال التمارين اللي صراحه انا كنشوفها استفدت منها شخصيا، لان حتى انا راني مازال داخل عاوتاني مسجله في الكليه، باقي كنقرا، يعني بعض التمارين اللي استفدت منها قلت لك شخصيا الحمد لله، يعني الاستفاده كانت جيده والتمارين كانوا رائعين. شكرا لك استاذ، تبارك الله عليكم، بالتوفيق ان شاء الله والمزيد من النجاحات.